عن اردوغان. كان في مؤتمر صحفي بين اردوغان وبين انجيلا ميركل المستشاره الالمانيه طبعا النهارده الجمعه. الكلام ده اللي هحكيه لحضراتكم لسه من كام ساعه في برلين. فواقفين هما الاثنين اردوغان وميركل واقفين وقدام الكاميرات كده، واحنا هنشوف الفيديو يا شباب. تعالوا طب نشوف الفيديو الاول، لانه اللي حصل فيه الحقيقه حاجه غريبه جدا. اردوغان واقف بيتكلم وفجاه في شخص تم اقتياده الى الخارج امام الكاميرات، لانه كان قام واتكلم كده مع اردوغان بطريقه اعتقد انه ملامح وش اردوغان بان منها ان الراجل ما كانش حبوب قوي يعني هو بيتكلم معاه. تعالوا نشوف مع بعض. Onun için biz yargıya saygı duymak durumundayız. لا انا عجبتني نظرة ميركل، يعني يعني هو بيضحك وهي بصاله هو في ايه يعني، مش فاهمه اغلب الظن. النظره دي الحقيقه رهيبه يعني. وبعدها هي فضلت ثابته على ملامح وشها الجاده، لان هي يعني مش فاهمه ومش حابه ان المؤتمر الصحفي يبوظ بسبب حد متضايق من اردوغان، وهو راح ضاحك بعدها. اغلب الظن لانه الصحفي ده، هقول انا لحضراتكم بقى عشان احنا دعبسنا على الخبر، اغلب الظن انه الصحفي ده كان لابس تي شيرت او قميص كده مكتوب عليه الحريه للصحفيين في تركيا. حضراتكم عارفين طبعا انه تركيا اردوغان قفل مش عارفه كم 100 وحاجه ولا 200 وحاجه جريده، وقفل اغلاق جريده ومجله وقنوات اتقفلت قد كده، ويعني قصص كبيره يعني في حاله كبيره. فاهو دي ورقه مش كاتبها على القميص، هي دي ورقه معلقها اللي مكتوب عليه ده مكتوب الحريه للصحفيين في تركيا. واردوغان في المانيا في برلين واقف مع انجيلا ميركل. فيعني اللي حصل ايه غالبا، لانه فيما بعد المؤتمر شهود العيال اللي كانوا وقاعدين جنب الصحفي ده كلهم لما اتسالوا قالوا لا الصحفي كان قاعد هادي جدا قبل المؤتمر، كان قاعد هادي ما عملش اي حاجه وما كانش باين عليه اي علامات انه يعمل ثوره، وهو ما عملش حاجه حتى وهو مطلعينه بره قاعد يقول لهم انا ما عملتش حاجه انا ما عملتش حاجه. اغلب الظن انه لما جت الكلمه على اردوغان الصحفي ده قام وقف، فغالبا معرفش بقى اداله ظهره ولا ايه، فغالبا اردوغان قرا الكلمه الحريه للصحفيين في تركيا، فاردوغان اتسمر مكانه كده. يعني انت جايلي برلين وبتحرجني قصاد الست يعني، وانا واقف في مؤتمر صحفي وبتكلم بصحفي وبتكلم على تركيا وبتكلم على الكلام ده كله. فالنظره دي اعتقد انه فهمت السكيورتي او الامن انه الشخص ده الصحفي ده غير مرغوب فيه، فاخدوه طلع بره. لكن شهود العين كلهم اكدوا انه لغايه ما طلع بره هو ما كانش عامل اي حاجه، هو بس قام وقف. ف ده كان النهارده في المؤتمر الصحفي ده. تعالوا